السلام عليكم دولة الرئيس. شلونك استاذ فرحان؟ قواك الله. يعطيك العافية دولة الرئيس، نرحب بدولتكم اليوم في مشروع ميناء الفاو. أهلا وسهلا. بشر، شلون العمل؟ الحمد لله الأمور طيبة والأعمال بحالة تقدم مستمر في كل مشاريعنا. اعطيني موقف على كل مشروع المشاريع الخمسة. نعم دولة الرئيس، اليوم احنا بالوقت الحالي متواجدين على مشروع الأرصفة الخمسة وتحديدا في رصيف رقم 3. ان شاء الله بعد ما اعلنا عند استكمال رصيف رقم 1 و2 و3 و4 تحديدا بعد 15 يوم من اليوم سوف نعلن عن استكمال رصيف رقم 5. نسبة الانجاز بهذا المشروع تجاوزت 95%. شنو يعني استكمال الرصيف؟ الرصيف هو عبارة عن سطحة زائدا واجهة بحرية بالمفهوم البحري. هناك أعمال أخرى تخص المشروع بصورة عامة، هي أعمال تحت الرصيف، الأعمال البحرية والأعمال اللي نربط بها الأرصفة مع ساحة الحاويات تحديدا. نعم. هذا المكان اللي هو خلف من عندي. هذه الأعمال حينما تستكمل إن شاء الله في شهر العاشر سوف يصبح المشروع منجز بنسبة 100%. يعني قصدك الربط الرصيف بالمنطقة اللي خلفه؟ نعم، بالمنطقة اللي خلفه اللي هي ساحة الحاويات. نعم. دولة الرئيس. نعم. بالنسبة للمشروع الآخر اللي هو على يساري واللي هو مشروع ساحة الحاويات، وصلت نسبة الإنجاز بيب تقريبا بحدود 75%. استكملنا عمليات الردم، المساحة المتبقية لم تردم إلى الآن بحدود 250 في 250 من إجمالي مساحة كلية 2000 متر في 600 متر، علما أن أعماق البحر في هذا المكان تتراوح من 5 متر إلى 8 متر. إن شاء الله على نهاية هذا العام سوف نستكمل بالكامل عمليات الردم لساحة الحاويات. المشروع الجديد اللي دخلناه بالعمل أمام دولتكم حينما كنتم متواجدين في مشروع ميناء الفاو اللي هو عملية تجفيف التربة واللي تعتبر ضمن الأعمال الفوقية حتى نقصر الوقت اللازم لعملية التشغيل بحدود سنة كاملة، وصلنا به إلى مرحلة إنجاز بحدود 19%. إيش تقصد بتجفيف التربة؟ للمنطقة اللي تردم لو المنطقة اللي بجوارها اللي أساسا هي يابسة؟ لا دولة الرئيس، نعم، المكانات اللي ردمناها من كانت بحر راح تبقى بعض المي والرطوبة تحت مادة السبيس. ايه. هذه تؤدي مستقبلا إلى عملية هطول بالتربة. فإحنا حتى نتجاوز عملية الهطول بالتربة تزرع تيوبات اللي يشوفها دولتكم الآن على الشاشات. هذه التيوبات تزرع من خلال هذه المكائن، وبنفس الوقت تصير عملية بريلودينج يعني تحميل أوزان من السبس. بالعامية ممكن نقول عملية عصر راح تطلع المي من هذه التيوبات إلى أن تجف تماما وتجرى عمليات الفحص حتى تنتقل للمنطقة الثانية. أجل تستمر؟ هذه راح تستمر مع الأعمال اللي خاصة بالبنى الفوقية للتشغيل إن شاء الله على منتصف 26 حينما يدخل العمل التدريجي للبنى الفوقية، هي تبدي تنتهي تدريجيا، لكن إن شاء الله 26 نص 26 أو قبل 26 هذه العملية تنتهي. هذه حسب المخططات دولة الرئيس كانت المفروض تنتهي في منتصف 27، لكن احنا قدمناها ودخلناها من الآن وأمر دولتكم بتوفير التخصيصات اللازمة لهذا الموضوع في جيتك عندما كنت موجود بجولتكم في ميناء الفاو، والحمد لله الأمور ماشية ومنسقين مع وزارة التخطيط لتأمين هذا الأمر. زين. بالنسبة لمشروع الطريق، ايش قد النسبة مالت الردم؟ الردم بحدود تجاوزنا 75% دولة الرئيس. والأرصفة؟ الأرصفة تجاوزنا 95%. نعم، استمر. بالنسبة للطريق الرابط ميناء الفاو مع مدينة أم قصر لربطه بالطريق السريع واللي اعتبره دولتكم المقطع الأول لطريق التنمية،
ايضا واصلين به الى مراحل متقدمه، وصلت نسبه الانجاز فيه بحدود 74%. ان شاء الله عند الشهر 11 من هذا العام سوف نستكمل اكساء الطبقه الاولى من ميناء الفاو الى النفق المغمور. دكتور فرحان، من ساحه ال نعم دولة، من ساحه الحاويات يبدا الطريق؟ لا، دولة الرئيس هذا تعتبر احنا معتبرها طرق داخلية، اكو طريق من ساحة الحاويات الى الطريق الداخلي الاخر اللي هو 14 كيلو متر اللي استكمل بعام 21، هذا ضمن مشروع ساحة الحاويات. وهذا موجود غير؟ اما الطريق السريع هذا موجود، هذا الطرق موجود الداخلية؟ موجود دولة الرئيس وشغالين عليه، نعم. نعم. ال 14 كيلو اللي انجز في عام 21. الطريق اللي بالوقت الحالي هو يعتبر مشروع من المشاريع الخمسة هو الطريق السريع أو الطريق الدولي الرابط لميناء الفاو، يبدي تحديداً من مدخل ميناء الفاو عند فلكة العلم. إن شاء الله الشهر 11 من هذا العام سوف نستكمل إكساء الطبقة الأولى لهذا الطريق بالكامل إلى النفق المغمور. سجلت أنا عليك شهر 11 يكون أكو إكساء. شهر 11 منجز عملية الإكساء بالكامل للطبقة الأولى. إي أقول سجلتها أنا، راح أنتظرك. لا إن شاء الله. إن شاء الله عد وعدنا، عد وعدنا لدولتكم ما دامك داعمنا، إن شاء الله الأمور كلها طيبة. بارك الله. نعم. عندنا ضمن هذا المشروع مجسرات اثنين. بعد ما يطلع من النفق المغمور، مجسر رقم واحد اللي هو يعبر الطريق الرابط لميناء أم قصر بخور الزبير. هذا نسبة الإنجاز ماله تجاوزت أيضا 75%. والطريق الثاني اللي هو راح يربط هذا الطريق بالمقطع رقم 2 لطريق التنمية، وبنفس الوقت يربطه بالطريق السريع أو الطريق الدولي اللي قادم من بغداد باتجاه البصرة. شنو الأعمال اللي هسه أنجزت في هذا الطريق؟ شنو الأعمال؟ ترابية، سبيس، وين وصلتوا؟ واصلين الى مراحل شبه النهائيه بالسبيس، وراح تبدا عمليات اكساء الطبقه الكونكريتيه ان شاء الله عن قريب جدا دوله الرئيس. جيش سمك السمك مالتها 25 سنتيمتر دوله الرئيس. الاعمال الاخرى بالنسبه للقناه الملاحيه الداخليه اللي هي ايضا ضمن المشروع الاول، المشروع الثاني اللي هو ساحه الحاويات، هذه القناه الملاحيه اللي امام الواجهه البحريه للارصفه الظاهره بالوقت الحالي امام دولتكم بالكاميرا الدرون. هذه القناه الملاحيه وصلت امام الارصفه العمق التصميمي اللي هو 19.8 وبطول 7 كيلو متر. اللي لم يتبقى الا امور اللي بواجهه الارصفه. نعم دولة الرئيس، اللي هي على واجهة الأرصفة اللي كانت ظاهرة قبل لحظات بالطائرة الدرون. وصلت العمق هنا بالكشف مو 19 متر؟ 19.8. بدأ الاستشاري الإيطالي بالتحقق من الأعماق، وبعد ما يكمل شغله راح تدخل كوادرنا أيضا بعمليات المسح، ومن بعدها ندخل قسم المسح حينما يعلن عن إنجاز هذا المشروع، راح ندخل قسم الحفر البحري بعمليات الفحص بأجهزتنا وقطعنا البحرية المتخصصة حتى نستلم الشارت اللي هو بالأعماق الكترونية إن شاء الله. المقطع الآخر اللي هو بطول بحدود 1.3 كيلو متر من القناة الخارجية اللي تبدأ من حوض الاستدارة عند مدخل الميناء الفاو، هذا أيضا وصل إلى 19.8. المقاطع الأخرى اللي بالقناة الملاحية الخارجية يتراوح أعماقها تدريجي، دولة الرئيس هم هنا يشتغلون بمقاطع، يعني ما يشتغل على ال 12 كيلو متر بمدى واحد أو بحفر بمستوى واحد. المقاطع بالوقت الحالي حسب ما وصلنا من تقارير يتراوح أعماقها بين 19، يعني ناقص 19 إلى ناقص 12، وإن شاء الله هذا المشروع بتقدم مستمر، خصوصا بعد ما طلعت الحفارة اللي انجزت مهام عملها انتقلت لتنضم للمشروع القناة الملاحية الخارجية، وعن قريب جدا هذه الحفارة اللي على يميني بعد ما تستكمل مهام عملها
راح تدخل للقناة الخارجية، وبالتالي راح تدخل عندنا ثلاث حفارات. ايش قد بدل ما كانوا قناة الملاحة بالحفر قاربة 55% دولة الرئيس. المخطط ايش قد؟ المخطط بحدود 57، عندنا انحراف 2% تقريبا او اقل من 2%. ان شاء الله خلال شهر او شهر وشويه راح المشروع يكون بالبلاس وليس بالماينس، راح يكون بسيط هذا الانحراف قياسا للنسبه اللي كانت بالبدايه، كان كل كبير. اذا على هالمعدل ممكن صحيح يعوض صحيح دولة الرئيس. ان شاء الله رب العالمين، خصوصا بعد ما طلعت الحفاره اللي كانت تشتغل هنا تحولت للقناه الملاحيه الخارجيه. بقى عندنا مشروع النفق المغمور دولة الرئيس اللي هو من أهم المشاريع وأصعبها وأعقدها، وبنفس الوقت الأعمال به كثيرة ومتداخلة. مشروع النفق المغمور عندنا جزئين من الأعمال. الجزء الأول اللي هو الحوض اللي تصف فيه الكتل الكونكريتية العشرة، كل كتلة من هذه الكتل الكونكريتية تتكون من 6 قطع. نقدر نشوفها؟ بالتالي عدد النفق المغمور الدرون. النفق المغمور في يوم قصر، في يوم قصر دولة الرئيس، مو هنا بعيد علينا. ما نقدر نبعث الصورة موجود هنا، لكن على الشاشات المفروض موجود. ايه هذا دولة الرئيس على احدى الكاميرات. نعم موجود. وين وصل هذا؟ العشر كتل، العشر كتل. ايه. كل كتلة تتكون من 6 قطع، بالتالي عندنا 60 قطعة. إن شاء الله إن شاء الله بعد 20 يوم تحديدا من اليوم نستكمل آخر قطعة بالكامل في حوض النفق. راح تبدي عمليات تغليق الفتحات حتى نستعيد لعمليات فتح الماء لغرض الفحص المتكامل لمدة 3 أشهر لهذه القطع الكونكريتية. بنفس الوقت عند نهاية هذا الشهر تحديدا بداية الشهر السادس راح تدخل الحفارة حتى تبدي تفتح الشق اللي هي ما بين الجانبين، جانب مقصر وجانب الفاو. العمق راح يكون 30 متر. إن شاء الله قبل نهاية هذا العام راح تبدأ الشركة الهولندية بتعويم هذه القطع ونقلها حتى تتجلس في الشق اللي راح ينجز قبل شهر 11 تماما. الأعمال الأخرى عندنا المخارج والمداخل أيضا واصلين بها إلى نسب متقدمة بالعمل، وإن شاء الله ضمن ما مخطط إلها. هذا المشروع نسبة الإنجاز به تقريبا 45%، عندنا انحراف به بحدود 3.5 إلى 4، يعني 3 وتقريبا 75. سبب الانحراف هو ارتفاع درجات الحرارة اللي رافقنا بالأيام الماضية، وبنفس الوقت عندنا صار أكثر من تداخل بالعمل. لكن إن شاء الله جلساتنا مستمرة مع الكادر الإيطالي والكادر الهولندي عبر الزوم والكادر الدنماركي اللي هو مصمم. الأمور إن شاء الله رب العالمين راح تكون نسبة الإنجاز بنهاية هذا العام ممكن أن توصل إلى 75%، لأن الأعمال راح تتداخل مع بعضها خلال هذه الفترة. المشكلة الفنية تجاوزوها؟ نعم دولة الرئيس تجاوزوها والتنفيذ أصبح رائع جدا. أيدتها الجهات الفنية؟ نعم دولة الرئيس أيدوا المعالجة. وطلبت من دكتور وطلبت من دكتور وسام يحضر من جديد لمشاهدة هو وفريقه إلى المشروع إن شاء الله. نعم زين. المشاريع نعم دولة الرئيس. المشاريع الأخرى المكملة، يعني إحنا راح نكمل الخمس مشاريع إن شاء الله في منتصف نعم أو نهاية 25. المشاريع المكملة إن شاء الله حتى يشتغل الميناء. دولة الرئيس إحنا بدأنا الأعمال بحدود السنة إلى سنة ونص التهيئة للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التشغيل. قمنا بزيارات إلى كثير من المحطات، ودولتكم على معرفة بهذه الأمور. أطلعنا دولتكم بأكثر من لقاء على هذه الزيارات. هذه الزيارات تمخض منعتها أنه يجب أن نخلق من ميناء الفاو محطة عالمية أسوة بالمحطات اللي موجودة في شرق آسيا، كون ثقل التجارة العالمية هو من الهند والصين والدول اللي مرتبطة بهذول المنتجين الاثنين وخصوصا الصين باتجاه أوروبا. بالتالي إن شاء الله
خلقنا حالة من الاستحضارات المتكاملة. اليوم صادقنا على دراسة الجدوى لآلية التشغيل بعد ما صادقت اللجنة العليا برئاسة دولتكم باختيار الأسلوب الأمثل وهو أسلوب الإدارة قبل التشغيل. أصبحنا جاهزين، استلمنا دراسات الجدوى الخاصة بالتشغيل من أكثر من شركة، بدأت فرقنا تحللها بالاستعانة مع الاستشاري الإيطالي اللي هو شركة تكنيتال، كونها المصممة للمشروع واللي أنتج عنها دراسة الجدوى الأولى، وبي إي جي اللي حدثنا دراسة الجدوى في عام 23. إن شاء الله خلال أقل من شهرين راح نرفع لدولتكم التقرير النهائي اللي بيه الرؤية النهائية بتشغيل مشروع ميناء الفاو، حتى بعدها بإدارة ميناء الفاو، حتى بعدها ننتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي الإعلان للمشغلين الكبار الخطوط الملاحية أو المحطات العالمية دولة الرئيس. إن شاء الله. الاستشاري متواجد يمكم؟ الاستشاري متواجد وعلى أشت متواصلة، خصوصا أنه إحنا ما اكتفينا بهذا الموضوع، رحنا باتجاه تحليل دراسة الجدوى. ما تمخض عن دراسة الجدوى الأولى كانت الحمولات، يعني دراسة الجدوى اللي عدت عام 2010، تمخض عنها أنه إحنا بحدود 45 مليون طن سوف يناول عام 28 بعد ما أعلن المشروع، بعد ما أصبح واصل إلى مراحل متقدمة تم تحديث دراسة الجدوى. تمخض عنها، من المتوقع إن شاء الله في عام 28 راح نناول بحدود 57 مليون طن من الحمولات. إذا عكسناها على عدد الحاويات يطلع 3.8 مليون. لهذا السبب حللنا دراسة الجدوى واتجهنا باتجاه تحديد كيفية تنفيذ الأرصفة الخمسة الثانية. إن شاء الله تقدمت التصاميم، تم دراستها، عرضها على المستشارين، حللنا المعطيات الفنية والمالية مع كوادرنا والاستشاري الإيطالي. قبل تقريبا 3 أيام تقدمنا آخر سعر نهائي للتنفيذ لهذه المحطة، أصبحت كلها جاهزة إن شاء الله. سوف تعرض على دولتكم واللجنة الموقرة اللي ترأسونها لاختيار القرار المناسب بهذا الخصوص بعد ما نقدم لكم كل المعطيات وللجنة الموقرة. التخصيصات المالية ما عندك مشكلة؟ عملية الصرف التخصيصات المالية دولة الرئيس كلها مؤمنة إن شاء الله، بقت لنا فقط 10%. الموضوع اللي دولتكم أمر به اللي هو موضوع التجفيف اللي اتطرقنا له قبل شوية، هذا الموضوع يتطلب رصد مبلغ جديد بحدود 170 مليار. كنت يوم أمس على تواصل مع الأخ دكتور ماهر وطلبت من عنده تسريح هذا الموضوع لأن يتطلب قرار لمجلس الوزراء، قال أنا راح أرفعه والإجراءات إن شاء الله تسير بسرعة، ودولتكم أمر أنه تنجز هذه الأوليات سريعا حتى يتخذ قرار لمجلس الوزراء بتوفير التخصيصات المالية من خلال رفع سقف الاحتياطي من 10% إلى 21% دولة الرئيس. ماكو مشاكل معوقات؟ لا الحمد لله، الأمور تسير بوتيرة جيدة جدا، ما عندنا كل معوقات، الأمور طيبة. بعض الأحيان يصير قطع نتيجة الأعمال في مدينة البصرة لدخول الشاحنات السبيس، نتواصل مع السيد المحافظ يتدخل شخصيا لحلها على طول. بارك الله فيك، سلامي لكل الأخوة العاملين في المشروع، وإن شاء الله نشوف النسب تتقدم أكثر حتى ننجز المشروع مثل ما وعدنا شعبنا إن شاء الله في نهاية 2025. دولة الرئيس، هذا مشروعنا ومشروع الشعب، وإن شاء الله بعيوننا وعن قريب جدا جدا إن شاء الله، ما تفصلنا إلا 3 أشهر أو 4 أشهر على افتتاح أول مشروع إن شاء الله بوجود دولتكم في هذا الموقع، والإعلان رسميا للشعب العراقي باستكمال مشروع الأرصفة الخمسة وتقدم الأعمال بشكل واضح في المشاريع الأخرى إن شاء الله دولة الرئيس. إن شاء الله. بارك الله فيك، في أمان الله. شكرا جزيلا دولة الرئيس.